الدكتور فتحي عبد الوهاب من مواليد العام 1970 بمحافظة القاهرة. هو أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، حاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم الخزف في العام 93 ودبلوم تكنولوجيا الخزف بكلية الفنون التطبيقية في العام 95 وماجستير الخزف بكلية الفنون التطبيقية في العام 2000. المعرض بيضيف أول حاجة كان بعمل في بداية فكرتي كان موضوع الريسايكل. دايما في الأتليه بتاع الخزاف بيبقى عندنا بعض إعادة التدوير، يعني حاجات متستخدمش من عجلة خزاف بعض الأحيان في الشرايط، فابتدينا نستخدم ده وابتدينا نفكر على أن نعمل معالجة تشكيلية جديدة. والفكرة الأساسية اللي موجودة يمكن كتير أو من فنانين مصريين متأثرين بحتة الخزف الإسلامي أو البريق المعدني بالأخص، ويمكن هنا باين في كتير أو من التقنيات البريق المعدني، وابتدينا او ابتديت افكر في حته نلعب بين السطح بين الخشن والناعم، التضاد بين اللامع والمطفي، علاقه المعالجات بالنسبه لشكل الدايره، معالجات بالنسبه للمربع. ابتديت افكر تفكير اكثر شويه في حته بين البوزيتيف والنيجاتيف او التضاد. اشتغلت على مجموعه كانت الابيض والاسود. الدكتور فتحي عبد الوهاب حاصل على جائزه لجنه التحكيم في صالون الشباب العاشر القاهرة في العام 98 وجائزة لجنة التحكيم في باينالي القاهرة الدولي الرابع للخزف في العام 98. ابتديت أقسم الفكرة كلها المجموعات بين التنوع بين بعض بالنسبة للون، استخدام لون قوي مثلا أو الألوان الأبيض والأسود مع بعض الذهب البسيط، بحيث ان نركز على القيم التشكيليه اللي موجوده في الاعمال. وكان دايما لازم يمكن احنا دايما كخزافين نحاول نفكر بين معالجه ال2D وال3D اللي هي معالجه الثنائي السطح المسطح والمجسم. فابتدينا نظهر في فكره الانيه ان احنا نبتدي نعالج المجسمات في الانيه او الاسطوانات، ونبتدي نحط الحلول ان احنا ننقل بعض الافكار اللي كانت موجوده على المسطح نحاول نربط بيها ونعالج الشكل الثلاثي الابعاد. الدكتور فتحي عبد الوهاب عضو لجنة لاستكمال توصيف قطع خزفية من مقتنيات متحف بيت الأمة سعد زغلول قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية للعام 2014، وشارك بمعرض تحيا مصر أكتوبر من العام 2014.